حضرتك انا شفت ان انا في مكان. سامعاني؟ اتفضلي اتفضلي. شفت ان انا في مكان والمكان ده فاضي وفي سيدات وكده وفي بيبي صغير بيعيط. الطفل ده المفروض يعني هو في الحلم مش ابني، يعني مش ابني، بس ايه، انا اول ما مسكت البنوته دي حطيتها في رجلي على رجلي وسميت عليها سكتت. تمام. رحت مطلعه لها صدري وبالفعل رضعتها، يعني حتى انا دلوقتي انا مش برضع ولا حاجه، بس انا طلعت صدري بالفعل وفي الحلم ورضعتها. تمام خلاص. تمام. خير يا حبيبتي. انت عندك مشكله في حياتك الزوجيه او في مشكله بتؤرقك انت وزوجك مشتركين فيها انتوا الاثنين؟ يعني انا الحياه الطبيعيه، بس يعني اكيد ان انا نفسي ربنا يديني منه اولاد، يعني انا معايا اولاد الحمد يعني ده لله. الامر اللي بيؤرقك؟ يعني انا معايا الحمد لله اولاد بس من زوج اخر. فانت عايزه ان ربنا يكرمك من الزوج الثاني ده الحالي ده. ما هو عشان كده بقولك في امر مشترك بينكم انتوا الاثنين وبيؤرقك. حاضر، هرد عليك. هنرد عليك يا حبيبتي. معانا تليفون تاني بالمره بعد اذنك ناخده. طبعا ونجاوب عليك. اتفضل. مين؟ ريهام. الو يا حلوه، ازيك يا ريهام؟ الحمد لله بخير، ازي حضرتك؟ ازيك يا كتكوته؟ اتفضلي. الحمد لله. هو انا كنت عايزه اسال بس عن حلم. فضل. يعني دايما بحلم كتير وكده. بحلم ان انا دايما في قطر وكده بس ما بيوقفش خالص. تمام، بس كده؟ ببقى ماشيه راكبه قطر كده ومش واقفه في اي مكان. ايه اللي تعبك او شاغل فكرك يا ريهام في الفتره اللي كنت بتشوفي فيها المنامات دي؟ ايه اللي انت خايفه منه او قلقانه منه؟ مش عارفه، ممكن الدراسه بس وامتحانات. انت عمرك قد ايه؟ عندي 20 سنه. 20 سنه، حاضر هجاوبك. هنجاوبك يا حلو، اتفضل. طيب، اختنا لقت طفله وحطيتها على رجلها ورضعتها كمان. امر الارضاء امر نفسي هنا بحت، لانها هي معلقه امل على انها عايزه تنجب. امر الغريزه، امر الامومه عندها هنا بدا يخليها تحن لهذا الامر، فده شيء نفسي جدا. لكن ان البيبي البنوته كانت بتعيط وبعدين اخذتها وشالتها على رجلها، فدايما البيبي هو امر مشترك بين الزوج والزوجه، فكون انها كانت بتعيط الاول وهي مش بنتها بس هي خدتها، فهو امر يخصها هي وزوجها. الامر ده فيه شويه مشاكل عشان الزن اللي كان حاصل ده، فيه شويه مشاكل، ولكن يستقر الامر وهيهدأ بالها من ناحيه هذا الامر باذن الله تعالى ان شاء الله. يا رب. يعني قد ترزق ان شاء الله باذن الله تعالى. تمام تمام بإذن الله. طب اختنا الثانيه بنتنا القطر بيمشي، لما اشوف ان قطر بيمشي بيا مش راضي يقف، قطر بيعديني طول الوقت، المنام يتكرر عليا، ابتدي اشوف ايه اللي ضاغطني في الوقت ده وادور عليه واحاول اتخلص منه باي شكل، لان ناس تقلق قوي من ان القطر يفوتها. تقول لك ايه ده، انا هقعد كده مثلا لو هي مش متزوجه بدون زواج. لا، مالهوش علاقه، لما يتكرر عليا الامر ده نفسي جدا وضغوط ربنا نفسي. ينجحك يا حبيبتي ان شاء الله، وركزي كده في الامتحانات وما تضايقيش خالص.